لم يكن يتوقع الصحفي الموريتاني حنفي ولد داه أن وصوله إلى مطار بيروت سيكون بمثابة امتحان في الجغرافيا لعناصر الأمن العام. من عنصر إلى آخر ولأكثر من ساعة حول الزائر الموريتاني وكاد يواجه الترحيل، أما السبب فهو جهل العناصر الأمنية بأن موريتانيا دولة عربية، وعليه يمنح الموريتانيون تأشيرة كما العديد من البلدان العربية في المطار اللبناني. سألني شرطي بالمطار عما إذا كنت حصلت على تأشيرة لدخول لبنان. قلت له أنني من بلد عربي هو موريتانيا، وأنه لا ينبغي لي الحصول على التأشيرة، مثلا يمكنني أن أحصل على التأشيرة من المطار. قال لي تلكأ الرجل قليلا، رغم أنه كان شابا وديعا حسن الخلق، فقد تلكأ قليلا ثم تحدث مع امرأة كانت بجواره، يبدو أنهما تهامسا فيما يخص تأشيرات السفر، وفي النهاية دعتني إليها، سألتني أسئلة كثيرة وأرادت التأكد مما إذا كانت موريتانيا دولة عربية، وسألت زميلاتها وزملائها الذين كانوا يجلسون بجوارها، فتباينت آراءهم ما بين من يقول أن موريتانيا عربية وبين من ينكر ذلك. بعدها صاحبوني إلى شخص آخر، هذا الشخص كان غلظا غليظ الطبع وكان يتعامل معي معاملة ربما يمكنني أن أصفها بالعنصر. بعدها حاولت إقناعه بأنني من دولة عربية ولكنه لم يقتنع، موريتانيا بالنسبة له ليست دولة عربية. قال لهم أعملوا له ترحيل ومتابعة واطلعوا به فوق. على كل حال في تلك الأثناء كانت هنالك فتاة تبحر في شبكة العنكبوتية في الإنترنت، وأعتقد أن ويكيبيديا أسعفتها بأن موريتانيا دولة عربية. إذن قصة المواطن الموريتاني انتهت سعيدة بتأكيد عروبة موريتانيا ولو بعد جهد جهيد. ومن هنا فإن الامتحان الذي رسب فيه بعض العناصر طرحناه على عامة الناس، أي على أشخاص لا يعملون في الجوازات والسفر. بعرف أنه هي دولة عربية، يعني من أنا ولد صغير أنه هي دولة عربية موريتانيا، وبعرف أنه عندها موارد كتير بس مش مستغلة، وأنه هي بلد فقير لأنه عندن ضعف باستخدام مواردن. هي عربية بس لم يكن الاعتراف فيها يعني قائما فعليا. دولة تعتبر عربية موريتانيا، شو هاي موريتانيا؟ بنعتبرين حالنا نحن يعني أصحاب التاريخ والجغرافيا، بنحط عناوين للعالم وللقصص حتى للمفاهيم. يعني موريتانيا شو؟ عربية، مش هي حد بين حد مصر هون بالزاوية كنا ناخذها بالجغرافيا، دولة عربية. ليش؟ هي قصة جديدة بين لبنان وموريتانيا بعد تصريحات الوزير السابق وائل أبو فعور الذي رأى أن فنادق نواكشوت مخالفة للمواصفات الصحية في أثناء القمة العربية، حادثتان تؤكدان أن حظ الموريتانيين عاثر مع الدولة اللبنانية فقط وليس مع اللبنانيين.